والمرة معاه، مش شعار ولا أغنية، دي حقيقة تاريخية نفذها جمهور الأهلي من قبل ما يقولها. في جماهير أندية منافسة بتفتخر إنها بتساند فريقها حتى لو مر بظروف صعبة ما خدوش فيها بطولات، وإن ده أكبر دليل إنهم بيحبوا ناديهم أكتر مننا، باعتبار إن الأهلي كده كده بيكسب على طول، وإنك تشجع الكسبان دي مش حاجة غريبة. لكن مين قال إن الأهلي بيكسب على طول وما مرش بفترات صعبة في تاريخه؟ لأن لو رجعنا لجيل الخمسينات اللي سيطر على الكرة المصرية وقتها لدرجة إنه خد 9 دوريات متتالية، فطبيعي بعد ما تحقق إنجازات كتيرة بتيجي عليك فترة اللعيبة بتبدأ تعتزل، وزمان ما كانش فيه احتراف بالشكل اللي موجود دلوقتي، ومش سهل تعمل صفقات وتدعم صفوفك أول بأول. وبعد فترة الخمسينات الذهبية دخلنا الستينات وبدأنا نخسر بطولة ورا بطولة، لدرجة إن اتلعب 6 مواسم مكتملة من 62 ل 74 ما كسبناش فيهم ولا بطولة. تفتكروا بقى في الفترة دي جمهور الأهلي بطل يشجع فريقه أو حتى ما يحضرش ماتشاته؟ بالعكس خالص، كان بيحضر ماتشات الأهلي أكتر من جمهور الزمالك ما بيحضر ماتشات فريقه، وده مش كلامنا، ده كلام كابتن حلمي زمورة رئيس الزمالك التاريخي. يعني مثلا الزمالك بيمثل تقريبا في رأيك كام في المية من الجمهور؟ يمثل 45%، كثير من جمهوره ما بيروحش الملاعب. نجيب الماتشين اللي ما تزعوش للأهلي ويا دمياط وجاب 4200، والزمالك مع المحلة وجاب 3600، إذن الجمهورين تقاربوا جدا. تخيلوا إن الكلام ده في فترة الأهلي منهار فيها والزمالك بيعتبرها من أفضل فترات تاريخه، وبرغم كده رئيس الزمالك بنفسه طلع وقال إن شعبية الأهلي كانت أكتر. وفي نفس اللقاء طلع الفريق عبد المحسن مرتجي رئيس الأهلي وقال كلام مهم جدا. أنا بعتقد إن الأهلي ليه حوالي 80% من الجمهور بتاع الكورة. احنا لو حسبنا دخل المباريات اللي بياخدوا مننا الاتحاد، نجد ان المباريات اللي بيدخل فيها النادي الاهلي كطرف دخلها اكثر من دخل جميع الاندية كلها مجتمعة مع بعضها. جمهور النادي الاهلي يمتاز بالوفاء مما لا شك فيه، لان النادي الاهلي قاعد يعمل عروض سيئة حوالي 4 سنين ورا بعض، ومع ذلك الجمهور النادي الأهلي لم يتخلى عنه. دي شهادة للتاريخ لرئيس النادي الأهلي اللي بيتكلم عن أسوأ فترة في تاريخه من حيث النتائج والبطولات، وبرغم كده جمهور الأهلي لم يتخلى عن فريقه وفضل يتواجد في ماتشاته بشكل أكبر. فمش ذنب جمهور الأهلي إن فريقه بيكسب كتير وإننا لازم نقعد نخسر زي غيرنا عشان نثبت إننا بنحب نادينا. إحنا لما مرينا بفترة صعبة وقفنا جنب نادينا، والتاريخ اللي بيقول كده، مش شعارات وأغاني. واشوفكم من تاني في حكايات أهلاوية.